لا تزال ملكة جمال الجزائر 2019 خديجة بن حموب تثير الحدث، والتي تم اختيارها الأسبوع الماضي، هذه المرة كانت محل سخرية من طرف إعلامي الكويتي، حيث سخرت مي العيدان الإعلامية الكويتية بشكل لاذع من مظهر ومستوى جمال خديجة بن حموب التي توجت بلقب ملكة جمال الجزائر لسنة 2019. ونشرت العيدان مقطع فيديو للحظة تتويج خديجة على حسابها عبر تطبيق إنستغرام، وأرفقتها بتعليق ساخر قالت فيه: بذمتكم هذه ملكة جمال الجزائر، يعني أقوى موزة بالجزائر، والله على بالي إثيوبيا مذيعة بالحرف. لتنهال عليها تعليقات النقد ووصفها بالعنصرية. متابعو مي العيدان عبروا عن استيائهم الشديد من تعليقها وسخريتها من ملكة جمال الجزائر، واتهموها بالعنصرية. وأثار تعليق مي العيدان غضب عدد كبير من متابعيها، مؤكدين أن سخريتها من هيئة وشكل الآخرين أمر لا يصح مطلقا بحجمها كإعلامية شهيرة. وأثار اختيار بن حموب ملكة جمال جدلا واسعا، وتعرضت إلى انتقادات قاسية بعدما وصفها كثيرون بأنها غير جميلة ولا تستحق اللقب. بدورها ردت ملكة جمال الجزائر على منتقديها في لقاء مع قناة الجزائرية الأولى الفضائية، قائلة إنها تتمنى الهداية لمن ينتقدونها، وأن يبارك الله ويحفظ من يشجعها. وكانت خديجة بن حموب من ولاية الدرر قد فازت بلقب ملكة جمال الجزائر لسنة 2019، ونظمت المسابقة من طرف مؤسسة خاصة، حيث حازت خديجة اللقب الذي سيرافقها لمدة سنة كاملة بعد فوزها على 15 منافسة.